أنا معكم محمود قدس داوي ابن الضحية محمد قدس داوي اللي توفى في الحادثة في النجمة جهة بلاص موزان اللي كنا عينين قسمو في الشرائد وخانيا يا قاتل مشهورة بالناس اللي اسمو ملياردير اللي كيقدر هضرو عليها الناس اللي اسمو ملياردير اللي سكنها هنا في طنجة معروفة. أنا المحادث بعمز تقاطع الجهد ديالنا وصلنا لواحد الحالة تسمع عنو فيها الفيديو على حسب السيادة بزاف ما قالي حتى شي حل اخر دخلت واحد الدقيقه ما قاليش شي حل اخر من غير من جهه الفيديو على الله ثم تشوف هاد الشيء هذا على الله السيد هذا اللي عندي معاه مشكل يحشم ما حشمليش هسا السيد ما بغاش يحشم هاد القضيه هادي انا الوالد ديالي توفاني فيها انا الوالد ديالي اللي توفى فيها عمل حادثه في الليل في الجوج اللي وقعت فيها مشيت انا على النية ديالي هزيت الوالد ديالي في السبيطار ديتو عملو سكانر ملي هزيت عملو سكانر واقف باب السكانر كنتسنى جات لابيلونس اخرى جات لابيلونس اخرى فيها واحد السيدة انا ما عارفش شكون اللي عمل الحادثة مع الوالد ديالي هاد السيدة هادي كانوا معايا صحابي هنا هزيناها في كامية طلعناها في الراديو طلعنا زناها العيلة شاربة بكاو نسمع خرجة منا ما فيها مين ما عندنا ما نقولكم دابا انا هادشي هذا حاضر لنا ولكن انا ما عرفاش هاد العيلة هي اللي عملت الحادثة مع الوالد ديالي انا ديت الوالد ديالي من ديك الراديو ودينا للسبيطار السبيطار بقينا طلع لنا الصباح قالك عاود الراديو يا اخو عاودنا الراديو يا اخو قالوا لنا في ديك الراديو تخرجت شي حاجة ماشي هي هادي قالك خصك الرباط طلعنا الرباط بقينا في الرباط شي شهر وشي حاجة تتوفى الوالد ملي توفى لنا الوالد جيت من هنا للمحكمة والكوميسارية تشوف شنو واقع كان جبر سعد تخدم بوكيل مالي كان جبر العايلة اللي هزيتها أنا في كامية شاربة سكرانة أنا هزيتها هي اللي عملت الحادثة مع الوالد ديالي وكي هي بيدها كتمثل ضحية بأن هي بيدها تخلص عادي حال ما كاين حتى شي حاجة أنا استغربت نص ديس كان هدار وجريت وهادي ودخلنا عند القاضي التحقيق وبقينا كنهضرو القاضي التحقيق طلب مني واحد الطالب قال لي خصك تجيب لي الناس اللي هزوها معاك الكافية شربة وهادشي هذا باش نتأكدو عمل إشهاد جماعي عمل هادي عملت إشهاد جماعي عملت ديك الواجب ديالي كامل ملي دخلنا القاضي التحقيق باش يطبق المسطرة ديالو قال لك أنا رفضت داكشي كامل قال لك استالف عليه العائلة خاصها شحال ما كاين حتى شي حاجة طلعت من الشكاية في وزارة العدل تشكيت في وزارة العدل ونتكلم شو زرد العام ترى صيفتو من المحكمة ما عملوا صح حركة ماشي هادي عملوا له متابعة ولكن هاد العيلة واخا عملوا له متابعة ما كاين لا حتى خالة حتى شي حاجة متابعة فورا وهاد باب هاد العيلة باب هاد العيلة بخير مع راسو كيقولوا لهم رياضة حنا ماشي شغلنا فيها يكون عندو ما عندوش حنا كنهضرو غير باب هاد العيلة عندو فلوس كتسكي هادي عباد الله بينهم هاد العيلة كيدافع على بنتو دابا هاد باب هاد العيلة شنو كيعمل كيعمل لعبات الشهود عندي كيمشي يرشيهم ما خلنا نعمل ما خلنا نعمل عامل بيا شكاية كيقول بلي انا كنهددو بالقتل وانا ما عندي ما هددت بالقتل ما قررت حنا كنهضرو على الشهود هي ويعيطو لي في التليفون غاو كيقول لك اجي نتفاهمو اجي نعمل ما بغيتش نتفاهم مع حتى شي حاجة هاد الحاجة مستحيلة ما تعطيش انسان يعمل واش انا دابا ماشي في القضاء نمشي انا نمشي نتفاهم معاه بحال كان بيع وشري من ما بغيتش نعمل معاه هادشي هذا رجع كيبقى يخلص الفلوس عام الروينة صحيح ما قدر عليه الروينة خايدة باش نشاهد شاهد في واحد الضابطة قضائية قال هضرة دابا رجع للمحكمة الجوسة كيقول هضرة آخر كيقول عالمة شهور ما كايناش هذا شو كيش كيشد عالمة شهور ما كايناش ما خلى نعمل بابا أنا تسالت جهدين معاه في الناس هذا راس الخامس درهم ما قدرت شي أي حاجة كتعملها غتجيبو خامس فيها فلوس واش هذا الشيء فوق القانون؟ إلا كان هو فوق القانون نبي الدراهم ولا أنا كنعرف القانون فوق أي واحد أنا ما قاليش شي حاجة أنا السيد ما خطرتش عليه شنو كان طالب تينا المسؤولين أنا طلعت تشكيت وزارة العدل تشكيت مديرية الأمن تخليت في التشكيت كنت فين كنتشكى شنو كنقول دخلني وكيل مالك أنا ما قاليش شنو خاصك شنو كنطلب قلت له كنطلب الحق والقانون ما كتلوش شي حاجه صعيبه ناقصني هذا نفس في المجرى ديالها بلا انا بلا حتى شي حاجه المحكمه كانت تحكم السيد تعب تعرض على الحكم تعرض على الحكم وجاب بنته واستدعى الشاهد اللي شاهد قام نفس الاقوال
وزاد انه لا يوجد اي علامه تشاور، وعلامه تشاور لا تمشي باي ساعه تبرات منك. خليه ينحاز بشي كيميائي، احنا ما خصناش حاجه، احنا من بني ادم طلال احنا. احنا خصنا غير العداله تمشي كيميائي هذيك عاديه. ما تآذيني من آذي وانا ضايع معاك لا ما تقعدش تمشي كي تهددني انا كنهددك بالقاتل انا على بلاد. وهاد السيد هذا اللي شاهدو راه هو في الحبس كيتاجر في المخدرات وكيهددو بالمخدرات يقول لي انا منك وانا منك. إذا أنت عندك علاقة مع الناس المخدرين بأنه هو عنده كرامة وما كيخصوش يكون تيقول عليها كتشرب ولا هادي. هاد الهضرة هادي حنا شادين الموضوع ديالها النهار اللي جبت له الصوابق ديالها باللي هي عندها السكر والضوضاء وكتشبع وكتقدم عنده وليد مالك وكتخرج. يعني ما عرفتش شحال من مرة تشبرت وهي اللي جبت الاستعداد ديالها حتى الضابط اللي كتقدم له كلشي ونزلتها في المحكمة. يعني ما عندهاش شي حاجه اللي غتخبع فيها تقول هي راه ما كتسكرش ولا عندها صوابع كافيه ماشي وحده وماشي جوج راه بزاف عاد دائما كتسكر وكتعمل فوضى. شني هذا النهار هذا سكرت ركبت في الطوموبيل خارجه عند القيف العنالي ما وقفت لا القيف لا والو وضربت الطوموبيل الاولى وضربت الطوموبيل الثانيه اللي فيها الوالد ديالي الله يرحمه وتقلبت بها الطوموبيل وكانت عندها ام ان يعني ام ان ملي كتكون ماشيه بسرعه بحال ماشي التراكتور راه ضربت وتقلبت وهي السبب الرئيسي في الحادثه وما يمكنش يبدل شي واحد الواقع هذا هو الواقع ديالها. وخا علينا نعملوا في اللعبات الشعب حيدوا على محضر الضابطه القضائيه وتشكينا المديريات الان عملوا الاجراء ديالهم الله يحفظهم منا بحق. المحكمه باقا ما عملتش المجرى ديالها المحكمه باقا كتحكم والسيد باقي كيلعب. بالنسبه للعائله ديالي انا عندي ام وجوج خوتي بنات اختي صغيرة وأختي كبيرة عليها شويش، أختي صغيرة باقا كتقرا، أنا عاقل على أختي ماني مات الوالد ديالي في الرباط جيت تبرت أختي، كتبوس على جنب باباها باباها ميت كتقول له مضربة مضربة، هاد الهضرة هادي هاد المنظر هذا عمري سنسالي بغات عيني، يعني هاد العائلة بقات محجورة، أمها ساب باباها ومتا هو الأمر ديالو، والأم ديالو مخدامة شي عايشين بالتقاعد ديالو، الناس عارفين، حنا الحمد لله إنسان عايش بإتصال الله، كيخدم كياكل. حنا راه سبحان الله كنعاونو عائلتنا كنعاونو عائلتنا واش معطيش انسان مع اتصال الله ولكن هاد الناس هادو يعني تعداو خايتينا دابا شو شنو واقع يعني العائله مريضه نفسيا من ناحيه هاد السياده كيزيد ياذيها واحد اخر بفلوس ديالهم كيزيد يحكر عليهم كيزيد يقهر عليهم وبزاف هادشي ما خايب الانسان يموت عن متعدد الناس هادو حنا كنتسناو العداله تحكم المزرعه ديالها وياخذ كيجي كيلعب كيلعب كيخلص الفلوس والناس دراهم وجالسين بالدار ديالهم واحد اخر كيلعب بهم كياكل منهم كيبيع وشارك فيهم هذا ماشي الحق هذا ماشي الحق حنا خصنا الحق والقانون والعداله تمشي عاديه ما كنضرو حتى شي حاجه ما خصنا لا فلوس لا والو وبلا ما يعيطوا لي يقول لك راه عندي الفلوس هي سكوتي لا خصك شي حاجه اجي ديها.